بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه مداخلة في علم المواريث تحت عنوان مقدمة في علم المواريث، دراسة لبعض الشبهات حوله. فأقول إن علم المواريث له مبادئ، كما أن لكل علم مبادئ 10، وكما يقول المناطقة والأصوليون إن مبادئ كل علم 10: الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبته وفضله والواضع والاستمداد والاسم والاستمداد حكم الشارع. إذن هذا العلم له مجموعة من الأسماء، هناك من يسميه بعلم المواريث، وهناك من يسميه بعلم الفرائض، وهناك من يسميه بعلم التركات، والبعض يسميه بعلم الحساب الفقهي، وهو مصطلح جديد معاصر. تسميته بعلم المواريث أي من التوريث، وهو الانتقال، أي انتقال التركة من مالكها إلى مستحقها، أي معرفة انتقال الأموال. وتسميته بعلم التركة هو من باب ذكر جزء من أجزاء هذا العلم، وهو التركة، وهي بيت القصيد، أي ما يتركه الميت بعد وفاته. ولكن المشهور لكن هذا العلم هو مشهور بعلم الفرائض، وهو في اللغة جمع فريضة، وهو مشتق من الفرض، واصطلاحا هو نصيب مقدر شرعا لكل وارث خاص به، لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعون، وهو علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار كل وارث. فضل هذا العلم، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في رواية نادرة: تعلموا القرآن وعلموه الناس، وتعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإني امرؤ مقبوض، وهو ينسى، وهو أول شيء ينزع من أمتي. حديث رواه الدارقطني والبيهقي. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن أول علم يرفع وينسى هو علم الفرائض، بحيث لا يجد اثنان فرضيا يقسم التركة بينهما. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أفرضكم زيد بن ثابت، وأقرأكم أبي بن كعب، وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم اختص زيد بن ثابت رضي الله عنه بعلم الفرائض. هنا قد يطرح سؤال: هل الصحابة رضوان الله عليهم لا يعلمون علم الفرائض؟ الجواب طبعا لا، الصحابة لهم علم كبير بعلم الفرائض. والإمام علي كرم الله وجهه سئل عن مسألة صعبة على المنبر فأجاب عنها، وهي مشهورة تسمى بالمنبرية. ابن مسعود هذا كان فرضيا، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يسبقه أحد في علم الفرائض، وهو الذي أفتى في مسألتين مشهورتين تسمى بالعمريتين. إذن كل الصحابة رضوان الله عليهم لهم علم بالفرائض، لكن الذي برز واشتهر بعلم الفرائض هو زيد بن ثابت رضي الله عنه. استمداد هذا العلم، هذا العلم علم الفرائض هو مستمد من القرآن والسنة، ومستمد من إجماع الصحابة واجتهاداتهم. ونضع نقطة فقط، بمعنى يغلق الباب، ليس هناك استمداد في علم الفرائض للتابعين. هناك شروحات، هناك فقط شروحات للتابعين لما ذكره القرآن وما ذكرته السنة النبوية. حتى الأئمة الأربعة لهم اجتهادات في علم الفرائض، وكلها مستمدة من أقوال الصحابة رضوان الله عليهم. علم الفرائض يتعلق بنصوص شرعية وقواعد فقهية حسابية لا مجال فيها للاجتهاد على الإطلاق، والتي هي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس،
والمعروفة بالانصباء. الانصباء الستة، والانصباء ستة في العرف، نصفه ونصف النصف، ومع ذاك الثلثان يجري، واشطره واشطر هذا الشطر، أصحابها معروفة وقد رمز، أصحابها الحذاق فيها بعد بس. إذا علم الفرائض هذا يتعلق بفرائض مفروضة وخصائص مشروطة لأصحابها، لا مجال لأحد أن يجتهد فيها على الإطلاق، فهي تعطي كل ذي حق حقه. لذلك قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا، بمعنى كل شيء مقدر، والمقدر لا يمكن أن يغيره أحد كيفما كان نوعه وكيفما كانت صفته. ثم قال صلى الله عليه وسلم في علم الفرائض: وهو ينسى، وأول ما يرفع. ينسى بمعنى يترك، لأن الفرائض هي نصف العلم، لأن العلم الشرعي إما أن يتعلق بأحوال الموتى والتركة وقسمة الأموال، أو يتعلق بمجال الحياة، ما يتعلق بحياة الناس من معاملات ومن عبادات وغيرها في مجال حياة الناس. وقد رأينا هذا، يعني هذا الكلام رأيناه حيث إن المؤلفين في هذا الزمان انشغلوا عن علم المواريث، انشغلوا عنه بفنون أخرى، فقد كتبوا في عن المرأة الشيء الكثير، وكتبوا عن الفكر في الشيء الكثير، وكتبوا عن الحريات وعن حقوق الإنسان، لكنهم زهدوا في علم المواريث رغم حاجة الناس إليه في كل زمان. ولولا أن الله سبحانه وتعالى من على هذه الأمة بالاعتناء بتدريس مختصر الشيخ خليل رحمه الله، الذي هو من أنفس ما ألف في هذا الفن، لولا هذا لذهب منا هذا العلم. فالشيخ خليل رحمه الله كتب الله له القبول، فهو المتن الذي يحفظه الطلبة، وهو الذي يدرسونه واستفاد منه الشيء الكثير. ومبدأه أو يبتدئ بقوله رحمه الله: باب يخرج من تركة الميت حق تعلق بعينك المرهون، وعبد جانا، ثم تقضى ديونه، ثم مؤونة تجهيزه بالمعروف، ثم وصاياه، ثم الباقي لوارثه من ذي النصف، الزوج وبنت إن لم تكن بنت، وأخت شقيقة وعصبة، كل أخ يساويها، والجد لوليان الأخرين، وللثانية مع الأولى السدس وإن كثرنا، وحجبها ابن فوقها وبنتان فوقها إلا الابن في درجتها أو أسفل فمعصب، إلى آخر هذا المثل. ثم هناك أيضا منظومة العروة الوثقى لسيد إبراهيم الشران الأندلسي رحمه الله، والتي مطلعها: بحمد خير الوارثين أبتدي، وبالسراج النبوي اهتدي، محمد وصحبه من بعده، ورثاه في علمه وزهده. أقول إن هذا العلم، علم المواريث، لم يكن غريبا علينا ولا على بلدنا. فيحكى أن في جنوب المغرب، في جنوب المغرب الشرقي، في منطقة تافيلات، حينما يموت الميت وتخرج ويخرج الناس بجنازته، قبل أن يرجعوا، فإن البواب الذي يحرس على باب القصر يقسم التركة. الناس الأميين، الناس الذين لم يدرسوا، لهم علم بعلم المواريث، يقسم التركة بحكم معرفته للورثة، وبحكم معرفته لعلم المواريث. يعني هذا العلم كان عند الناس معروفا عند عامة الناس، إلا هذا الزمن الذي أصبح فيه علم المواريث غريبا. أقول هذا العلم ينقسم إلى قسمين: هناك القسم الفقهي، وهناك القسم العملي. فالقسم الفقهي يشمل على الحقوق المتعلقة بالتركة، وأسباب الإرث، وأركانه، وموانعه، وشروطه. وما يتعلق بالتركة هو ما ذكره الشيخ خليل رحمه الله في قوله: باب يخرج من تركة الميت حق تعلق بعينك المرهون وعم جنى، والذي يرمز لها بقولهم: تدوم. فالتاء هي تجهيز الميت، والدال الدين، والواو الوصية، والميم الميراث. ثم هناك أيضا أسباب الإرث الثلاثة، التي هي النكاح والقرابة والولاء. ثم هناك شروطه، أي شروطه ثلاثة، وهي التحقق من موت المورود، ثم التحقق من وفاة، التحقق من حياة المورود، من حياة الوارث بعد الموروث، ثم ألا يوجد مانع من موارع الإرث السبعة التي يرمز لها
بعش لك رزق. ثم أيضا هناك باب الوارثين وباب الوارثات، من الرجال 20 ومن النساء 10 حسب ما ذكره صاحب العروة الوثقى. ثم هناك أيضا المناسخات وقسم التركة والأنظار الأربعة، الأنظار الأربعة التي هي في بيتين، واستغني بالأحادي في التماثل، واستغني بالأكبر في التداخل، كلا في كل في التباين، وفقا بوفق في التوافق. ثم أيضا هناك مسألة العول ومسألة قسمة المال والوصية. ثم هناك أيضا الشواذ الست، وهذه أمور معروفة يعرفها طلاب العلم. إذا هذا ما يتعلق بقسم القسم الأول الذي هو مقدمة في علم المواريث. ثم هناك القسم الثاني أو الشق الثاني الذي هو دراسة لبعض الشبهات حول علم المواريث. أتركها إلى حصة أخرى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.